السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد ان شاء الله الوحدة رقم 17، كنا واقفين عندها بداية الوحدة في صفحة 284 اللي هي ترانسبورت دي بيرسوني والانيمالي والاوجيت. يعني بيقولك ازاي هتحملي معاكي في العربية او في الموتوسيكل الاشخاص والحيوانات والاشياء، اي اشياء انتي محملها. يعني بيقول سوا توتي الفايكولو الكونديتشنتي ديفي فيديري بيني. بيقولك في كل العربيات مفروض ان السواق بيشوف كويس موفارسي بيني وبيعرف يتحرك كويس، يعني الحركات بتاعته يعرف يتحرك بطريقة كويسة اثناء ما هو سايق. ان موروديلا البرسوني كي سي بوسنو بورتاري انديكاتو سولا الكارتا دي شيركولازيوني. بيقول عدد الاشخاص اللي ممكن ان انت تحمليهم معاكي في العربية دي مكتوبين في الورق بتاع العربية اللي هو الليبريتو الكارتة الشيركولازيون. اد الماسيمو دي نوفا سولا الاوتو فوتورا. بقولك اعلى حاجة، اعلى رقم للاوتو فوتورا اللي هي العربيات الملكية، يعني مسموح ان انتي تركبي فيها، هي 9 اشخاص من ضمنهم السواق الكونديتشنتي. سوى الموتو تشيكلي واللي تشيكلي موتور، يعني الموتوسيكل الكبير والصغير. سي بوي بقولك نون سي بوي، ما ينفعش بورتاري اونا بامبينو، ما ينفعش تحملي شخص وراكي على الموتوسيكل الكبير او الصغير. بي بيكولا دي تشينكو، يعني لو هو اقل من 5 سنين زي الصورة اللي هي قدامكم اهي، اقل من 5 سنين انه ممنوع ان انت تحمل طفل على الموتوسيكل وراك اقل من 5 سنين. طيب وبعدها بيقول لك سوى سوي الفايكولو سي بوس نو بورتاري انيمالي. بيقول لك في العربية ممكن تحملي حيوانات معاكي دوموستيتشي، يعني حيوانات اليفة. بيقول لك زي ايه؟ زي الكان او الجاتي، زي الكلب او القطة. ما بس بقولك ما دينترا اونا جابيا، بس لازم يكون محطوط جوه قفص، سواء في الموتوسيكل او في العربيه لازم الحيوان ده يكون محطوط في قفص ومقفول عليه زي الموتوسيكل ده يا جماعه كده قدامكم اهو. يعني هو محمل مثلا قطه في القفص اللي ورا ده، فيعني لازم يكون موجود في قفص ومقفول عليه. نقرا الضمادات بتاعتها بقى. بتقول اول واحده بيقول لك الكونديشنتي دي فايكولو سواء العربيه دوارات اللي هو الموتوسيكل بوي تشيركولاري بورتاندو كون سي اونا انيمالي. بيقول لك ممكن يمشي يسير يعني في الطريق وهو حامل معاه حيوان دوميستيتش، حيوانات اليفه. سي كوستيد كوستيديتو ان ابوسيتا جابيا. بيقول لك اذا كان حط الحيوان ده في قلب قفص، موجود في قفص بوركي بشرط نون سي اسبورجينتي دي اولتر تشينكوانتا سنتيمتر. المهم ان القفص ده اثناء ما انت حاطه فيه الحيوان ما يبرسي بره الموتوسيكل ده اكتر من 50 سنتيمتر طبعا من النور او من الهيكل بتاع الموتوسيكل، ما يطلعش بره كده ويبرز لبره ويخرج اكتر من 50 سنتيمتر على الموتوسيكل. طيب تحتها بتقول سوى الموت تشيكلي على الموت الكبير، يعني الموتوسيكل بيقول كونسنتيتي دي الترانسبورتو دي انيمالي، مسموح لك تحملي حيوان. سي كوستيديتو ان ابوسيتا جابيا، لو انت هتحطيه في قلب قفص موجود في قلب قفص الحيوان ده مفيش مشكله، مسموح لك ان انت تحمليه. الكاروكو البضاعه ده في اسر سيستيماتو سوى الموتوتشيكل. بيقولك لو انت محمله اي بضاعه محطوطه لازم بتحطيها على الموتو والموتوسيكل بطريقه كويسه، ايه موضه بطريقه ده نون اسبرجيري لاترال مينتي، بحيث ان البضاعه دي لو انت محملاها ما تبرس او تخرج بره الموتوسيكل على الجوانب لاترال مينتي اكتر دي اولتري تشينكوانتا سنتيمتر، يعني اكتر من 50 سنتيمتر ما تطلعش. يعني مثلا لو واحد حاطط شنطه على الموتوسيكل من ورا ما تطلعش وتبرز لبره اكتر، اسبرجيري تبرز اكتر من 50 سنتيمتر. طيب المجموعه اللي بعدها توتي الباساجيري دي الفايكولو. بيقول كل الركاب اللي هم موجودين في العربيه الفايكولو او موتور اللي هي موتور، يعني ديفي برنداري بوستو ان موضة. بيقولك لازم يعني تنوم قاعدين في المكان او البوستو المكان بتاعهم الكراسي، يعني بطريقة دونون ليميتاري لا ليبراتا ليبرتا تدل الكونديشن. بيقولك يعني عشان هم ما يحجبوش او يحدوا من الرؤية بتاعت السواق ايه، وايه كمان ده نون امبيديرلي لا فيزيتا، وما يحجبوش الرؤيه للسواق اثناء ما هو ماشي، يعني ما يعملوش اعاقه للسواق ويخلوا ليبرو يعرف يتحرك يعرف يسوق، وفي نفس الوقت ما يحدوش من الموضوع ده، وفي نفس الوقت ما يمنعوش او يحجبوا الرؤيه بتاعه السواق اثناء ما هو ماشي. يعني زي واحد كده مركب اطفال، الاطفال تقعد تتحرك وتتنطط في العربيه، ده طبعا من الحاجات الغلط والواحد ماشي على الطريق.
النومرو ماسيمو دي بوستي بقولك اقصى عدد كراسي سله الاوتو فوتورا في العربيه انديكاتو سله الكارتا دي تشيركولازيوني موجوده في الورق بتاع العربيه. يعني في عربيات تشينكو بوستي 5 كراسي، في عربيات 7 كراسي، يعني اقصى حاجه زي ما قلنا للاوتو فوتورا ماسيمو 9 من ضمنهم السواق. طيب الضمانه اللي تحت منها بتقول سوى الفيوكولي كونسنتيتو على العربية مسموح ترسبورت دي اون انيمالي دومستيتشي، مسموح لك تحملي حيوانات أليفة كومونوكونا ان كوندوزيوني، بقولك على اي حال ادام انت هتحمليها دي تبقى في حالة ده نون كوستيتويري امبيديامينتي او بريكولو، يعني بقولك على اي حال ما تتسببش ان انا هعمل تحوش الحركة بتاع السواق او تعمل بريكولو بلا جويدة بالنسبة لحركة السير بتاع السواق، يعني لا تتسبب ان هي تحجب لي الحركة بتاعتي او تشكل خطر على حركة السواق اثناء ما هو ماشي، يعني الحيوان ما يطلعش مثلا يتحرك جوه العربية كده. سوى الفيكولي في العربية كونسنتيتو ال ترانسبورت دي انيمالي دومستيتش، برضك مسموح لي ان انا احمل حيوان اليف انك ان نومرو سوبراري ادونا بوركي بشرط ايه كوستديتو ان جابيا، لو بيقولك ان شريطة ان الحيوان ده يكون محطوط في قلب قفص او نيلا الفانو بوستريوري او في الجزء الخلفي من العربية ابوستامينتي ايه ديفيزو ده ريتا، يعني بيقولك الجزء الخلفي ده يبقى مفصول او محجوز بريتا اللي هي الشبكة، يبقى محجوز بشبكة ما بينه وما بين السواق، ممكن احط الحيوان في الجزء الخلفي من العربية بالطريقة دي او في قفص، يبقى موجود في قفص ومقفول عليه بحيث ان هو ما يتحركش جوه العربيه، يبقى اضمن ان هو ما بيتحركش ويعمل لي خطر اثناء ما انا سايقه العربيه. يعني الصفحه اللي قدامها 285 بقيه الطبندات في الجزئيه بتقول سو الموتوتشيكلي اي فيتاتو ال ترانسبورتو دي مينوري دي تشينكو ام، يعني بقولك في الموتوسيكل ممنوع ان انا احمل اي حد اقل من 5 سنين، ممنوع على الموتو على الموتوسيكل. ايفيتاتو الكونديتشينتي دي موتو تشيكلي ممنوع على سواق الموتو الموتوسيكل. تريناري ممنوع ان هو يجر فارسي تريناري ده الالتري فيكولو، يعني ممنوع ان سواق الموتوسيكل يجر عربية تانية او حد تاني يطلب منه يجر العربية دي، ممنوع ممنوع على الموتو تشيكلي. سواق الموتو تشيكلي على الموتوسيكلات برضك بقولك فيتاتو ترانسبورتاري او جيتي، ممنوع انك تحملي اشياء اي يعني اي اشياء او اي بضاعة كي نون سيانو سوليتامينتو ايه اسوجراتا، يعني بقولك اذا كانت الحاجات دي ما انتش ربطها او ما متثبته في الموتوسيكل بطريقه فيها امان في الحاله دي ما فيتاتو، ممنوع ان انت تحملي الاشياء دي. سوى الموتوتشيكل فيتاتو ترانسبورتو اجيتي، برضك على الموتوسيكل الموتو ممنوع ان انا احمل اشياء في حاله كي امبيديسكونو او ليميتا، يعني هيحجبهم او ليميتانو لا فيزيتا، هيحجبوا الرؤيه او هيشيلوا الرؤيه بتاعه الفيزيتا دي للكونديتشن دي رؤيه السواق وهو سايق الموتوسيكل. لو انا هحمل بضاعه وهتخليني مش شايفه الطريق قدامي او هتعملي مشكله وتحدي لي من الرؤيه بتاعتي في الحاله دي ما احملهاش. طيب المجموعه الزرقاء اللي تحتها بتقول النمرو دي بيرسوني ترانسبورتابلي سو الفيكولي، بيقولك عدد الاشخاص اللي ممكن احملهم انا في العربيه انديكاتو سله الكارتا دي تشيركولازيوني موجودين في الورق بتاع العربيه اللي هو اللي بيرتو بتاع العربيه. النمرو دي البوستي دي اونا فيكولو عدد الكراسي اللي هي بتبقى موجوده في العربيه انديكاتو سله الكارتا دي تشيركولازيوني، برضك بيبقى مكتوب في ورق العربيه كل الحاجات دي يا جماعه، الكراسي والاشخاص والعجل بتاعها وكل الحاجات دي بتبقى موجودة فيها. النمرو ماسمو تي بوستو، يعني بيقولك اقصى عدد مسموح كراسي دل الاوتو فوتورا بالنسبة للعربية باري بتساوي نوفا، بيبقى بيساوي كام اعلى ماسمو اعلى رقم 9 كراسي، كومبريسو بالاضافة او بتضم التسعة دي اكويلا دل الكونديتشنتي بالاضافة للسواق، يعني السواق من ضمنهم، يبقى اقصى عدد موجود للاماكن او البوست الكراسي اللي موجوده للعربيه دي بتبقى 9 اماكن بالاضافه للكرسي كمان او المكان بتاع السواق. النمرو دي بيرسوني ترانسبورت سله الاوتو فوتورا عدد الاشخاص اللي ممكن انا احملهم في العربيه الملاكي بوي استري الماسيمو، ممكن بقولك اعلى رقم ممكن تحمليه دي نوفا يعني 9 اشخاص كومبريسو الكونديتشن بالاضافه للسواق برضه، يعني 8 غير السواق بتاع العربيه.
طيب الجزئية اللي تحت منها دي يا جماعة بيقولك كومي ديفي ازاي ممكن استري سيستماتو الكركبة، ازاي انا ممكن احمل البضاعة او احط البضاعة بتاعتي بقى اثناء ما انا ماشية بيها. بصوا كده زي البضاعة دي كده اللي قدامكم في الصفحة، ازاي انا هحمل البضاعة دي واعمل لها التحميل. ولو هي البضاعة يا جماعة بارزة خارجة برا العربية من ورا، لازم بتحطي البانيلو اللي هو قدامكم ده اللي هو الكوادراتي ده اللي هو ابيض في احمر، بتعلقوه ورا البضاعة البارزة اللي هي سبورجيري اللي بتبقى خارجة برا العربية من ورا، لازم تحملوها. ولو هي لارجة البضاعة دي عريضة من الجنبين، بتحطي 2 بانيل، واحد شمال وواحد يمين. طيب نقرا الحتة بتاعتها دي، بتقول قدامكم اهي، بتقول الكاركو البضاعة يعني او الحمولة ديفي اسري ميسو ان كوليبريو، يعني بيقولك لازم تتحط بطريقة متوازنة، لازم تبقى متوازنة. بعدها بيقول لك نون ديفي داري فاستيديو ديل الا جويدا ديل الفيكول، بيقول لك ما ينفعش ابدا ان انت تعملي مشكله يعني اثناء ما العربيه ماشيه او اثناء ما انا سايقه العربيه، مش بسبب الحموله اعمل انا مشكله او اضايق السواق وهو سايق العربيه. نون ديفي نسكون داري لا فيزيبليتا، بيقول لك ما ينفعش ان هي تحوش او تحجب الرؤيه فاري لا اي لا ترجا ديل الفيكول، او ان هي تحوش رؤيه العربيه او الترجة بتاع العربية، ما ينفعش يعني لا تحجب الرؤية ولا تحجب الرقم بتاع العربية، يعني الحمولة ما تنزلش ورا تغطي الحاجات الاشارات بتاع العربية، تغطي اللوحة الرقم بتاع العربية، كل الحاجات دي ممنوع. بويس برجيري ممكن ان البضاعة دي تخرج لبرة يعني تبرز او تخرج برة العربية. اسر بيو لونجا ديلا الفايكولو، بيقولك يعني من طول العربية سولو فقط كواندو نون بوي اسري ديفيزي ان بيو بيتسي، يعني في حالة لو انا فقط مش هقدر اقطع القطعة اللي هي تخرج برا العربية دي اكتر، يعني اقسمها نصين كده زي ما بيقولوا او اقطعها قطع، في الحالة دي الحتة دي طبعا ما تنفعش تتقسم، في الحالة دي هتبرز او هحطها هتخرج برا العربية من ورا. بتقول بيقول ايدي لاتو على الجنب ديلا البارتي ديسترا اسينسترا، بيقولك ممكن تخرج على الجنب من الناحية اليمين او من الناحية الشمال سينسا سوبرار اللي متدس جمة من غير ما تطلع فوق كل الهيكل او الكتلة بتاع العربية ميزورا ماسمو اللي هي اقصى حد او اقصى حمولة ليها. طيب ندخل يا جماعة على الحتة اللي تحت منها، يعني مثلا زي اللي حاطط مثلا شنط او هدوم او مش عارفة شنط زي ما انتم شايفينها فوق العربية دي كده، لا متثبتة ولا محطوطه بطريقه كويسه ولا كويليبراتو ولا يعني ما هيش متوازنه ولا الحاجات دي كلها ولا متثبته كويس، او الحموله دي ماشيه واقعه على الارض اهي وبتحك في الارض وهي ماشيه، فده طبعا كل دي انواع كاركو او استمرار الكاركو ما هيش بطريقه صحيحه. طيب نقرا الجزئيه بتاعتها دي، بتقول كواندو بويس برجاري اونا كاركو تيترو، بقولك في حالة لو انتي هتحملي بضاعة بارزة لورا او خارجة برا العربية من ورا مفروض ايه، بيقولك من ورا تيترو بويس برجاري 3/10 تري اي ديتشي ديتشي مي، بيقولك 30% يعني ديلا اللونجيتسا ديلا الفايكول، يعني البضاعة يا جماعة او الحاجة اللي هتخرج برا جسم العربية من ورا بتبرز او بتخرج 3/10 من لونجتها من طول العربية، يعني طول العربية من العجلة اللي قدام لغاية الاخر العجلة اللي ورا او الكابوت ورا اللي عفوا الحتة اللي ورا في ظهر العربية الشنطة طولها مثلا لو هي مثلا 3/10 طولها مثلا 9 متر او حاجة، في الحالة دي انا هبرز او هخرج برا العربية من ورا 3 متر، هيبقى 3/10 من طول العربية، او لو هي مثلا 10 متر برضك انا هبرز حوالي 3 متر. طيب نقرا بيقولك دافانتي من قدام، لو انت بقى هتحطي حاجة والحاجة دي هتخرج برا الكبوت او هيكل العربية من قدام تبرز من برا. نوم بويز برجاري، مينفعش ابدا ان انت تبرزي او تخرجي الحاجة من قدام العربية من القطع من الجزء الامامي اللي هو دافانتي، مسموح لك فقط ان انت تعمليها من ورا وممكن لاترالي بس اهم على الجوانب، بس اهم حاجه ما تخرجش بره السجوم او كتله الهيكل بتاع العربيه دي. اللاتو على الجوانب بويز برجاري قال ماسيمو 30 سنتيمتر، هو بيقولك على الجوانب هتبرز بس حوالي 30 سنتي، يعني حوالي شبر شويه كده من اللي بيبقى من الكتله او الهيكل بتاع العربيه دي اللوتشا دي بوستيون، يعني هو بيقولك 30 سنتي من النور بتاع اضواء الموقع بتاع العربيه، يعني حاجه بسيطه جدا من على جوانب العربية هي اللي ممكن تبرز 30 سنتي.
وفي الموتوسيكل كام، احفظوا الارقام دي يا جماعه عشان بتيجي كتير في الضمادات على التليفون. البضاعه اللي هي سبرجيري اللي بتبرز او بتخرج على الجوانب 30 سم، في الموتوسيكل 50 سم، ما بتزيدش عن 50 ماسيمال. من ورا اليد يترو او الجزء اللي هو بوستريور، الجزء الخلفي من العربيه، 3/10 من لونجيتسا من طول العربيه. انما من قدام نون بوي، ما ينفعش ان انت تخليها تخرج او تبرز من قدام احمل بضاعه طالعه من قدام العربيه، من ورا، من قدام عفوا، من الناحيه اللي من الجزء الامامي. طيب نقرا الجزئيه دي يا جماعه، بقيتها بيقول صفحه 286، بيقول كومي ديفيس اسري سينيالاتو الكركو. ازاي انا هعلم او هعرف يعني الناس ان انا محمله بضاعه بارزه او خارجه من ورا؟ ازاي؟ عشان ينتبهوا طبعا ويزودوا مسافه الامان ما بيني وما بينهم، ما يقربوش ويخبطوا في البضاعه اللي هي خارجه. مثلا محمله حديد زي الصوره دي كده يا جماعه، محمله حديد خارجه اهو لبره، محمله الواح خشب، الحاجات دي كلها. ازاي انا اعلم عن نفسي ان هي بارزه كده؟ بحط البانل اللوحه اللي هي قدامكم دي، الكوادراتي دي، ابيض في احمر. لو هي لرجتس عريضه من الجنبين زي ما انتم شايفين كده، بتحطي 2 لوحه، واحده شمال واحده يمين زي ما انتم شايفين كده. طيب او لو في عربيه ماشيه مجروره تراينه او يعني عربيه عطلانه، وفي حد تاني جاي جررها لي من قدام، العربيه العطلانه دي عشان طبعا ماشيه بالراحه وعلى مهلها هتوقف حركه السير، فلازم انت تحطي لها البانيلو اللوحه دي من ورا، بحيث العربيات اللي ورا اللي جايه وراكي من بعيد تعرف ان انت ماشيه بيانو بالراحه، فتعملك سرباص وتتجاوزك عشان ما توقفيش او تعملي انترلاتش واعاقه لحركه السير. اهي الجزئيه بتاعتها بتقول ازاي انا بقى هحمل البضاعه، او ازاي عفوا ازاي اني انا سينيالاري او سينيالاتو الكركو، ازاي انا هعلم عن البضاعه دي. بيقولك الكركو كيس برجير، البضاعه اللي هي بارزه ديترو من ورا ديفي اسر سينيالاتو، لازم تعلمي عنها كون اونا بانيلو بلوحه كوادراتو اللي هي اللوحه المربعه اللي احنا قلنا عليها ابيض في احمر دي، ريتريفليتنتي اللي هي يعني بتبقى عاكسه للضوء، كي ريفريتي لا لوتش يعني بيقولك ان هي بتعكس الضوء، لما الاضاءه بتاع العربيه او كشاف العربيه اللي جاي من ورا بيبقى ضارب فيها بتلاقي هي ده عكس الضوء وواضحه وبارزه كده. بيقول استريتشا بيانكو ايروسو، بيبقى اللوحه دي او الكوادرات المربع ده او خطوط ابيض في احمر، دينجوالي ديانجونالي ديانجونالي يعني مايله كده بخطوط مائله يعني بالجنب كده. طيب سي الكركو لارجا، لو البضاعه دي عريضه وحجمها عريض من الجنب كده شمال ويمين، كوانتو الفايكولو اللي بيقولك في الحاله دي، الترو ديفيس اسري سينيالاتو ده دو بانيلو، في الحاله دي لازم تحطي 2 بانيلو من ناحيتين، ايه ميسو بتحطيهم اونا توتي لا ديسترا اي اونا توتو اسينسترا، بتحطي واحد على الشمال من الجنب الشمال واحد من الجنب اليمين ما دامت البضاعه ايه لارجا او لارجت عريضه كبيره. طيب بيقول البانيلو اللوحه دي او بير الكاريكا اسبرجنتي، البانيلو او اللوحه اللي احنا قلنا عليها اللي هي ابيض في احمر دي، دي بالنسبه بتتحط للبضاعه او الكاريكو اللي هي اسبرجنتي اللي هي خارجه او بارزه لبره بره جسم العربيه. سي ديفي متري كوانتو، هتحطيها امتى بقى اللوحه دي؟ الكاركو بيو لونجا ديلا الفيكولو، لو البضاعه دي اطول من العربيه يعني خارجه بره جسم العربيه. سي بوي متري الا بوستو ديلا تريانجولاري سولا الفيكولو، بيقولك ممكن تحطي مثلث الخطر اللي موجود في العربيه في حاله لو العربيه جوسطو، لو العربيه عطلانه، في حاله كي سيستا تريناندو لو انت العربيه دي مجروره، سي نون فونسيوني لو هي مش شغال، الى لوتشا دي امرجنسا النور بتاع الامرجنسا اللي قلنا عليه اللي هو كواترو فريتشا، لو انت مش شغال النور ده اللي هو مثلث الاحمر اللي بيبقى في العربيه من جوه، في الحاله دي انت بتحطي مثلث الخطر في العربيه اللي هي مجروره اللي هي عطلانه، وفي واحده تانية جرها عشان العربيات تنتبه ان العربيه دي ماشيه بالراحه وفيها عطل فتتجاوزني وتمشي والطريق يمشي. طيب نقرا يا جماعه الضمادات بتاع الجزئيه دي، اول ضمانده فيهم بيقولك الكاريكو ديفي استري سيستماتو سولا الاوتو فايكولو، بيقولك البضاعه لازم تتحمل في العربيه ان موضه بطريقه ده نون ديمينويري لا فيزيتا، ان هي ما تقلليش في الرؤيه بتاعه ديلا الكونديتشنتي، ما تقلليش في الرؤيه بتاعه السواق.
الكاركو دي في اس ري سيستماتو سولا الاوتوفايكول. برضك الحمولة لازم بتترتب او بتتحط في العربية. بيقولك ايه الموضة بطريقة ده نون امبيديرلي لا ليبرا، يعني بيقولك ما تحوش او تحجب الحركة بتاعت دي موفيمنتي اللي هي الحركة بتاعت نيلا لجويدا، الحركة بتاع اللي سايق العربية. يعني اثناء ما انا سايق العربية ما تعمليش اعاقة للحركة بتاعتي. الكاركو دي في اس ري سيستماتو سولا الاوتو فايكول. برضك البضاعة بتترتب في العربية ان موضة بطريقة دي ايفيترانو تمنعي بيها لك دوتا، تمنعي بيها ان هي ممكن تقع او تسقط على الارض، يعني اثبتها كويس واربطها كويس. يعني الكاركو دي في اس ري سيستماتو سولا الاوتو فايكولو. البضاعة برضك مفروض انك بتحمليها في العربية. بيقولك ان موضة بطريقة ده نون سوبرجيري ديلا البارتي بستريوري، بحيث ان البضاعة اللي هتبرز سوبرجيري هتخرج بره العربية من الجزء الخلفي بير بيو دي ترا دي تشيمي، يعني ديلا اللونجيتسا ديلا الفيكول. يعني بيقول لك نون بيو يعني مش اكتر من 3/10 من لونجيتسا من طول العربية. لو انا هحمل بضاعة بارزة سوبرجيري ما تطولش نون سوبرجيري، يعني بيقول لك ما تخرجش اكتر من 3/10 من طول العربية من ورا. الكاركو سول الاوتي فايكولي نون ديفي سوبراري. بيقولك الحمولة اللي هي موجودة على العربية اللي انت هتحمليها بيقولك ما ينفعش ان هي تتجاوز لا بورتاتو انديكاتو نيلا الكارتا دي الشركولازيون، يعني تتجاوز الحد المسموح فيه لحمولة العربية دي اللي هي موجودة في ورق العربية اللي بريتو بتاعها. يعني كل عربية طبعا وليها حمولة معينة، عربيات لغاية 3.5 طن، 3500 كيلو، او عربيات مثلا 4 250، ايا كان الحمولة بتاع العربية اللي انا سايقها دي ما حطش البضاعة اكتر من اللي هي مفروض بتتحط عليه الحمولة بتاعتها. طيب المجموعة الزرقاء اللي تحتها دي تاني مجموعة بتقول الكاركو ديفي اسري البضاعة ديلا الفيكول، عفوا البضاعة بتاعت العربية اللي بحطها ديفي اسري سيستمات، ولازم بتحطيها بطريقة ايه موضة بموضة ايه فيتران بتمنعي بيها لك دوتو اولا ديسبرسيوني، تمنعي بيها ان هي تقع او ان هي تتبعتر على الارض. الكاركو ديفي اسري ديلا الفيكول حمولة العربية لازم تكون سيستماري امو سيستماتو اموضة. برضك ان انتي بتظبطيها او بتحطيها بطريقة ده نون ديمينويري لا فيزيتا فيزيبليتا، بيقولك ان هي ما تقللش بتاعت الرؤية بتاعت ديلا الكونديتشنتي، ما تقللش رؤية السواق. ني امبيديرلي لا ليبرا دي الموفمنتي نيلا لجويد، او ان هي تحدي لي او تقلل لي من حركتي اثناء السواقه، يعني اثناء ما انا سايقه. الكاركو دي الفايكولي حمولة العربيه دي في اس ري سيستماتو ام موضه، لازم تترتب او تتحط بطريقه بيقولك ده نون كومبورتامنتاري لا استابيليتو دي الفيكول، يعني بيقولك بطريقه ان هي ما تعملش او ينتج عنها تصرفات ان هي تاثر على ثبات العربيه اثناء ما هي ماشيه. الكاركو دي الفيكول ده في اس ري سيستماتو ام موضه. برضك الحموله بتاعه العربيه بيقولك لازم تظبطيها بطريقه بيقولك ده نون ماكييري تسبوستيفو دي كل موتاسيوني اي دي سينيلاسيوني، بطريقه ان هي يعني تحجب لك او ان هي تحوش لك النظام اللي هي الاجهزه بتاعه الاضاءه بتاعه زي الاشارات، يعني الاعلام اللي هو الاشارات ان انا الاشاره شمال الاشاره يمين هعملها، فانا لو البضاعه نازله عليها ومغطيه الاشارات بتاعتي اللي ورايا هيخبط فيا. بيقول لك بحيث ان هي تحمليها بحيث ان هي الطريقه ما الديسبوستيف والاجهزه بتاعه النور اللي هي الاشارات اللي موجوده في العربيه او السينيالاتسيوني اللي هي الاشارات اللي انت بتعلمي عنها الفيزيفا اللي هي الاشارات اللي بتتشاف، يعني نيلا الترجه بالنسبه للكمان الاشاره ريسكونيتشامينتو او سينيالي فاتو كل البراتش، او بيقولك كمان ممكن ان انا استخدم اشارات سينيالي بالبراتشة يعني بايديا، ممكن السواق كده بيطلع ايديه من الشباك ويعني يعمل اشارة او سينيالي ان العربية ان هو مثلا هيكسر شمال او ايا كان. فبقولك البضاعة لما تتحط ما تغطيش الاشارات وما تغطيش النور وما تغطيش السينيال اللي ممكن السواق يعمله بايديه اثناء ما هو سايق العربية. الكاركو ديفي اسري سوبراري الليميتد اسجومو. بيقولك البضاعة عفوا نون عفوا انا ما خدتش بالي من نون يا جماعه.
الكاريكو البضاعة نون ديفي سوبرار، بيقولك ما ينفعش ان هي تتجاوز الليمتا ديسجمو اللي هي كتلة الهيكل استابليتو بير اوني تيبو تيل فيكول، اللي هي محددة لكل صنف عربية موجودة. سلة الاوتو فيكولو على العربية الكاريكو نون بويز برجيري، بيقولك ان البضاعة ما ينفعش ان هي تبرز او تخرج لون جنتينالامينتو ديلا البارتي انتريور، يعني بيقولك على طول، يعني تبرز على طول الجزء الامامي اللي هو قدام انتريوري، ما ينفعش نون بوي، ما ينفعش ان هي تطلع من قدام ابدا، بتبرز بره او بتطلع بره العربية من ورا بس، انما من قدام لا. الصفحة اللي قدامها بقية الضمادات بتاع الجزئية دي 287، بيقولك الكاركو بويس برجيري لونجونتينالامنتي ديلا البارتي بستريوري، بيقولك ممكن تبرز او تخرج على طول الجزء اللي هو خلفي سي كوستيتويتو ده كوزا انديفيزابلي انفينو، يعني بيقولك زي ما كان انت الحاجة اللي انت واخداها دي ما ينفعش اللي هي تتقطع او تتقسم لاجزاء حاملة اشياء، يعني كوزا اشياء ما بتتقطعش، فينو بتطلع وبتبرز على طول ايه لغاية 3/10 ديلا اللونجيتسا ديلا الفيكول الاوتو فيكول على 3/10 من طول العربية. سلة الاوتو فيكولو بوستون اسري ترانسبورتا كوزا كي سبرجير اسبرجيانو، بيقولك ممكن على العربية تحملي حاجات، الحاجات دي ممكن تبرز لاترال منتي من الجوانب فوري ديلا لوروس جوما نوم بوي، بيقولك بره الهيكل بتاع العربية نوم بوي دي مش اكتر من 30 سنتيمتر، يعني مش اكتر من 30 على الجوانب بتاع العربية ديلا لوتشا دي بوسيتسيون، يعني اكتر من 30 سنتي من اضواء الموقع اللي هي بتاع العربية ما تطلعش، بوسيتسيوني انتريوري وبوستريوري اضواء الموقع طبعا اللي هي بتبقى موجودة من قدام وورا في العربية. بقولك كومونوكونا، يعني بقولك على اي حال انترو اللي متماسمو دي سجمة، يعني على اي حال بتبقى داخل يعني من غير ما تخرجي او تتجاوزي اقصى حد للهيكل بتاع العربية اللي هو مسموح. ايفيتاتو تراسبورتاري التريناري كوزا كي، بيقولك ممنوع ان انتي تحملي او تجري اشياء، الاشياء ديت بيقولك كي ستريتشانو سولا الترينو، يعني بيقولك هتحك في الارض وانتي ماشية، هتلمس الارض كده وانتي ماشية، الحاجة دي لو هتقع على الارض وتمشي تلمس الارض وانتي ماشية ممنوع. عفوا بيقولك فيتاتو ممنوع انكي سي لا ام بارتي سوستيتويتو دي روتا، بيقولك حتى لو انتي معاها يعني حاجة تساعدها موجودة فوق عجل، الحاجة اللي هي بتحك او بتمشي تحف في الارض دي ليها حاجة مساعدة تحتها عجل، يعني حتى لو هي بتحك فوق العجلة طبعا كمان الحالة دي ممنوع ان انتي تحملي البضاعة لما لو كانت هتتحمل بالطريقة دي. سي الكاركوس بيرجي اولتري الا لزجوم ماديلا الفيكولو، بقولك البضاعة اذا خرجت او برزت اكتر من الهيكل بتاع العربية، بقولك الفيكولو الكونديتشنتي ديفي التوتاري توتي لا كاوتيلا، بقولك لازم السواق ياخد كل حذره وانتباهه اندوني اد ايفيتاري عشان يمنع البريكولو للخطر لمين للالتر اوتينتي ديلا الاستراب، ياخد حذره وانتباهه لو انا هحمل بضاعة بارزة بره هيكل العربية، حذري وانتباهي ان انا امنع اي خطر ممكن يحصل للناس التانيين اللي ماشيين في الطريق، ان انا اعمل ايه، ان انا اربط البضاعة بطريقة كويسة واضمن ان هي مش هتقع ولا هتتبعتر على الارض، واضمن الحدود اللي هي قالها لي 30 سنتي على الجنب و3/10 من طول العربية، وما تجاوزش اي حاجة من القوانين اللي هي موجودة دي. تحت منها بيقولك لاس اسبرجنسا لونجونتينالي ديلا الكاركو، بيقولك يعني لما بتبرز الحمولة بالطول وانتي محملاها فينو دي 3/10 ديلا لونجيتسا ديلا الفيكو، بيقولك على بيبقى الطول بتاع الخروج ده بيبقى 3/10 من طول العربية ديفي اس رسينيالاتو، لو البضاعة خارجة كده بالطريقة دي لازم تعليمي عنها مدي ناطا اونا او دوا بانيلو كوادرنجولاري ان فجورة، بالمربع اللي هو الكوادرنجولاري او الكوادرو اللي هو المربع الابيض في احمر اللي انتوا شايفينه ده، لو البضاعة هتبرز وتخرج اكتر من 3/10 من طول العربية
لازم سينيالاري اعلم عنها باللوحة او البانيلو اللي هو موجود الابيض في احمر اللي قدامكم ده. بعدها البانيلو انفجورا، اللوحة اللي هي ابيض في احمر دي برضك المربعة دي في اسري ابليكاتو ان اوني كاسكو كازو عفوا ان اوني كازو، بيقولك لازم تحطيها في اي حالة. انكوي هنا الكاركو، البضاعة هتكون ايه؟ اسبرجيري، البضاعة هتكون بارزة او خارجة. بوستوريامينتو في الجزء اللي هو ورا. انكسي دي بوكو، حتى لو البضاعة دي حبة صغيرين بوكو، يعني مثلا مش لازم يبقى 3 على 10، لا يعني مثلا لو اقل من كده، يعني بارزة البضاعة محملة مثلا حاجة طالعة كام سنتي كده برضك لازم احطها، او مثلا نص متر او متر يعني طالعة حاجة بسيطة. في الحالة دي برضك لازم تعلمي عنها وتحطي البانيلو ده عشان تعرفي العربيات اللي وراكي ان انت محملة حاجة اطول من العربية، فما تقربش منك وتزود مسافة الامان. البانيلو انفجورا، الاشارة اللوحة دي بيقولك سينيالي كاريكي انديفيزابلي كيس برجينو، بيقولك يعني ان هي سينيالي او سينيالي او لوحة المفروض ان انت بتعلمي عنها ان انت محملة كاريكي او محملة بضاعة انديفيزيبلي، يعني ما بتتقطعش او ما بتتقسمش. كيس برجانو، البضاعة دي بارزة الا البارت بستريوري ديلا الفايكلو، البضاعة دي بارزة او خارجة من الجزء الخلفي من العربية. سي الكاركو سبورجي، بقولك لو البضاعة بارزة سي الكاريكو سبورجي لونجونتينالامنتي بير، بقولك على طول يعني لو البضاعة دي بارزة على طول. انترا لونجيتسا ديلا البارتي بستريوري ديلا الفايكولو، لو هي بارزة بالطول من الجزء الخلفي من العربية في الحالة دي. البانيلو انفجورا، اللوحة اللي هي المربعة دي ديفي اسري دوا، لازم تحطي 2 بوستي، لازم تحطي قطعتين 2 ترافرسالامينتو الا الدوا استراماتا ديلا الكاركو، يعني بيقولك عشان تعلمي او تعرفي ان الناس ان في حاجه لارجه لارجتسا حاجه عريضه في الجزء اللي هو ورا دي، يعني البضاعه لارجه عريضه واخده العربيه من الشمال لغايه اليمين من الجزء اللي ورا اللي هو البوستريور. في الحاله دي لازم اعلم عنها ان انا احط قطعتين دوا بيست، يعني مربعين 2 زي دول لوحتين 2 واحطهم شمال ويمين عشان العربيه تعرف ان في بضاعه خارجه بره العربيه. المجموعه الزرقاء اللي تحتها دي يا جماعه اللي هي اخر مجموعه دي، بيقول البانيلو رافيجوراتو برضك اللي هي اللوحه هي بنتكلم عليها يا جماعه، اللوحه اللي هي ابيض في احمر دي المربع ده، بيقول ان البانيلو او اليافطه دي بيقول لك ديفي استري ميسو بتتحط على الاستراميتا ديلا الكاركو، يعني بيقول لك ان هي بتتحط على الحموله اسبرجي كسبرجي، يعني البضاعه اللي هي خارجه ديترو على الفيكلو، البضاعه اللي هي خارجه من العربيه من وراها. البانيلو رافيجوراتو سينيالي دي كاريكو، دي عبارة عن يافطة بتتحط للبضاعة. كيس برجانو، البضاعة اللي هي بارزة ديلا البارتي بستريوري ديلا الفاريكولو في الجزء الخلفي من العربية. البانيلو رافيجوراتو اللي هو المربع ده او اللافتة دي بيقولك ديفي اسري ريتريفريتنتي، بيقولك لازم ان هي تكون عاكسة للضوء عشان تبان وتوضح للعربية. بعدها بيقول البانيلو رافيجراتو اللوحه دي او اليافطه دي بيقولك فا وزاتو بتستخدم نيلا الكازو انكوي في حاله ايه؟ الكاركوس برجيري، في حاله لو البضاعه بارزه او خارجه ديترو الفايكولو من العربيه من ورا. انكسي دي بوكو، حتى لو البضاعه دي بارزه حبه صغيرين او مسافه قصيره برضك لازم تستعمليها. البانيلو رافيجراتو بوي، اللوحة دي بيقولك بوي اسري ميسو سوا الفايكولو جواستو، بيقولك ممكن بتحطيها على العربية اللي هي عطلانة كواندو فينجونو تريناري تراينانتي عفوا، في حالة لو انت يعني العربية دي مجرورة يعني عطلانة هي جواستو وانت حد بيجرها، وبيقولك ايه نون فونسيوني يعني مش شغال، لا لوتشا دي امرجنسا النور بتاع الطوارئ مش شغال في العربية دي، فانا بحط اللوحه او الكوادرات اللوحه اللي هي اللي قدامي دي اليافطه دي البانيلو دي عشان اعلم ان العربيه فيها عطل وماشيه بالراحه. البانيلو رافيجوراتو اللوحه دي برضك دي في اسري سيستيماتو، بيقولك ان هي يعني بتتحط او بتتركب، بيقولك الا الاستراميتا ديلا الكاركو سبرجيري بتتحط على في الجزء الخارجي من البضاعه اللي هي بارزه
ديلا الفيكول اللي بارزة بره العربية اموضة بطريقة كيسي سيمبري بيني فيزيبليتي، يعني بقولك دايما تتحط بوضعية او بطريقة دايما تكون رؤيتها واضحة للناس اللي هم ورا او جايين من ورا العربية من ورا. البانيلو رافيجراتو النيفاتا بقولك اللوحة دي بتدعوك يعني ان انتي الكونديتشنتي كي ستانو ديترو الفايكولو، العربيات اللي هي ماشية ورا العربية دي يعني ماشية ورا اللوحة دي بيقولك، او البانيلو ده بيقولك الفايكولو سوا كوي العربيات دي ابليكاتو الكاريكا كاريكاري عفوا ابليكاتو اتشيركولاري كون بارتوكولاري برودنس، يعني العربيات اللي هي ماشيه ورا اللوحه او البانيل اللي هي موجوده دي بيقولك اثناء ما انت تشيركولاري اثناء ما انت ماشيه لازم بارتوكولار برودنس تتوخي الانتباه والحذر، يعني تبقى حذره ومحتاطه اثناء ما انت ماشيه ورا اللوحه دي لان دي بضاعه وخارجه بره العربيه ممكن تسقط او تقع عليكي اثناء ما انت ماشيه، فانتبهي وزودي مسافة الأمان ما بينك وما بينها يكون أحسن.